هنا في جامعة قطر وبالأخص في مبنى الإدارة العليا تم توقيع اتفاقية مهمة بين قسم الإعلام ومركز قطر لحرية الإعلام. This is a memorandum of understanding which means the Department of Mass Communication and the Doha Center for Press Freedom will establish some kind of a relationship which means like our students can be trained there. We as faculty can contribute, for instance, to their training. We could ask, let's say, you know, speakers and even teachers to come from the Doha Center for Press Freedom. So this is really usually what these MOUs mean. ممارسة هذه القيمة للطلاب بحيث عند تخرجهم يكونوا مواطنين صالحين يمارسوا الحرية من أجل نفع البلد إن شاء الله. سعت جامعة قطر لعقد هذه الاتفاقية وذلك تزامنا مع ما يشهده الإعلام والعالم من تطور لمفهوم الحرية. نحن نرى أن هذه فرصة مهمة جدا وربما ستليها فرص أخرى لربط علاقات قوية مع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى الموجودة في دولة قطر مثل مركز الجزيرة للبحوث أو المراكز الأخرى الموجودة في الدولة. Thank you.